تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العلي العظيم صلوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر اللحظ مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي
ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة صلوات. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة صلوات إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن صلوا. قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين صلوا. قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا غرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب سلام. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة سلام.
إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحومتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماوا مبنية ولا أرضا مدحية ولا غمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة صلوات وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يغرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا غمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرغوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله
يا علي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني والرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله غمه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وغض الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة سلام. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم والحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.